عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان فودا فوتوشوب عندنا النهارده فيديو جديد هنشرح فيه ازاي نعمل ريسيت تونر لمالتي فانكشن براذر 2710. دي تونر لو، فانا عايز اعمل ريسيت تونر. هفتح الفرونت كفر واضغط كلير مع اكزيت في نفس الوقت، شاشة اضغط ستوب واكزيت مع كلير في نفس الوقت، يعني انك حاول لحد ما يدخلك على ريسيت ميني. اهي ريسيت مينيو تي ان ار اس تي ار، لا هننزل عند اس تي دي اوكي، وبعدين سهم لفوق علي اكسبت.